طبعا احنا متواجدين هنا مهندسين النفط امام وزاره النفط اليوم للمطالبه بحقنا المشروع المسلوب من قبل الوزاره الا وهو التعيين. احنا كمهندسين نفط اختصاصنا محصور فقط في وزاره واحده اللي هي وزاره النفط. اي وزاره ثانيه بعد 10 بعد 20 بعد 30 سنه تروح هي تقول لك انت ما تابع لي ما اقدر اعينك. احنا اختصاصنا دراستنا بالكليه خلال 4 سنوات عباره عن نفط، استخراج، استكشاف، انتاج، تكرير، كلها مخصوصه محصوره ضمن هذا الاختصاص. زين انا تخرجت تحكي ويا الوزير يقول لك انا ما عندي درجات وظيفيه. زين لا ليش خليتنا ندرس؟ ليش تعبنا هاي 4 سنوات؟ احنا معدلاتنا عاليه، يعني اقل ما بين هسه حاليا متواجد معدله 95 يأهله للمجموعه الطبيه الا شويه. تجي هنا تقول لي ما لك حق تعيين، ليش؟ وين انت وجهي انا هسه اذا اريد تعيين؟ انا اليوم مهندس نفط بالسادس الاعداد جبت معدل 96 ودخلت تخصص هندسه نفط. عندي حلم، عندي طموح، 16 سنه اني داق راسي بالكتاب اريد اطلع معدل حتى عندي حلم، عندي عائله تنتظرني، عندي حلم احققه. يجي سياده وزير النفط يقتل احلامنا بقرارات شخصيه من عنده او قرارات مجلس وزراء او من يكون، ما له حق يقتل حلمنا. احنا عراقيين ببلد النفط ما مطالبين بصدقه ولا مطالبين بمنيه، هذا حقنا جاي نطالب به. اليوم انا مهندس نفط احكي انجليزي بطلاقه، اعرف حاسوب كل شيء اعرف، اروح على شركه قطاع خاص يقول لي الزم الباب، ما شغلك انت مهندس نفط، انت الدوله تعينك، انت تعينك مركزي، ايش عندك جاي يمي؟